بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامجكم لماذا تركت الوهابية. وهذا يعني سبب غريب، هو يعنون ويقول بسبب البردة الشريفة للإمام البوصيري، ثم نقرأ قصته التي يقول فيها: كان لها الفضل بعد الله في ترك مذهب الوهابية. إذن بركات سيدنا البوصيري هي التي جعلته يترك الوهابية. كنت أستمع لفتاوى الفوزان، سئل فضيلة الشيخ: الكثير يسأل عن البوصيري، هل يحكم عليه بالكفر أم ماذا؟ فأجاب: لا ندري على ويش مات عليه. التكفير المعين لا نحكم به إلا بدليل على أنه مات على الكفر، لكن نقول كلامه كفر ومن اعتقده فهو كافر، لكن البوصيري الله أعلم على ما مات عليه، لا ندري كيف ختم له. شغلنا ليس بالأشخاص، شغلنا بالكلام الذي أضاع الناس. وقال في شريط آخر: إن من يقرأها ويعتقد بما فيها فهو كافر، وأما الجاهل فليس بكافر بل مخطئ. كنت سمعت البردة في صغري وأنا أحفظ بعض أبياتها. قررت التعمق والبحث في أكثر في القضية، وجدت أنه لم يعترض أحد على الإمام البوصيري إلا قلة قليلة جدا، إلى حين ظهر أمامه النجدي وكفره. وجدت أن البردة هي أكثر قصيدة اهتم بها العلماء، فقرأوها وحفظوها ودرسوها وكتبوا عنها وشرحوها وأرفقوا بها الحواشي، بل إن بعضهم كان يتداوى بقراءتها وبعضهم يقرأها ويطلب من الله حاجته فتقضى. وإليكم عينة صغيرة من العلماء الذين شرحوا هذه القصيدة المباركة: الإمام ابن حجر الهيتمي، الإمام جلال الدين المحلي، الإمام القسطلاني صاحب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، الإمام بدر الدين الزركشي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الإمام ملا علي القاري، الإمام محمد الصديق المكي، الإمام المرزوق المالكي، الإمام ابن مقلاس الوهراني، الإمام الخريوتي، هكذا كتبها، لا أدري ما سمعت بهذا الاسم، النحوي، ابن الصائغ، الإمام ابن عماد الحنبلي، شيخ الإسلام الباجوري، الإمام الطاهر بن عاشور صاحب التفسير المعروف. هذا غيظ من فيض، فهل يعقل أن هؤلاء الأئمة الأعلام كفار شأنهم شأن البوصيري؟ هؤلاء كانوا يعقلون، يفهمون ما يكتبون، أم كفروا عند الوهابية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقتها أعلنت توبتي وبراءتي من النابت الحشوية، والحمد لله رب العالمين، ورضي الله عن الإمام البوصيري وقدس سره ونور ضريحه. طيب، إنسان لا يفهم الكنايات والمجازات في البوصيري، بل لا يفهم لفظ البوصيري، بل لا يعرف الأدلة الشرعية، كيف يحق له أن يحكم؟ الوهابية في سكرة يعمهون. البردة، ما هو أشنع شيء استشنعه الوهابية؟ طبعا المريض يبحث عن المرض دائما، الفاسد حينما يدخل بلدا يبحث عن الفاسدين، سيء الفعل يبحث عن السيئين، كما قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. عندهم حالة مرضية، شرك فوبيا، رهاب الشرك، فكل كلام يسمعه لابد أن يجعله مشركا. كيف حكموا عليه بالكفر؟ بينا هذا في تسجيلات خاصة وتحدثنا عن البردة. لم يجاوز فيهم البوصيري رحمه الله ظاهر الشريعة فيما كفروه به. وأشهر شيء في هذا: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. شرحنا هذا مفصلا، الآن أشير إشارة سريعة لهذا. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، هو سيدنا رسول الله حينما يأتي الخلق جميعا إليه يوم الشفاعة، هذا ظاهر، فهو الحادث العمم.
فليس يلوذ بغير النبي عليه الصلاة والسلام إذ تنقطع الأسباب المادية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا يبقى إلا سبب واحد هو سيدنا محمد رسول الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هو سيدنا محمد، في حديث الشفاعة العظمى الذي رواه الشيخان. هذا ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمومي، ظاهر حديث البخاري ومسلم. كيف فهموا الوهابية؟ قال هو لا يعبد هو يعبد غير الله وليس له إلا النبي يعبده. إيش هذا؟ هذا حالة مرضية، هذا لا لا، هذا الإبداع في التكفير لا يكون إلا الإنسان مريض تماما، وصل حالة الشرك فوبيا إلى مستوى هستيري فأدت به إلى فصام في الشخصية، فوصل إلى هذه الحالة المرضية. هذا كبار شيوخ الوهابية يفعلون هذا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، تسبب النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين، أسلموا به فحصلوا الدنيا، فتحوا فارس والروم وكذا، فأخذوا كنوز الدنيا وأخذوا عز الدنيا، وكل من يتبعه عليه الصلاة والسلام ينال عز الدنيا وعز الآخرة، وأخذوا الآخرة بالجنة. هذا فإن من جودك حينما آمنا بك، هذا إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي. سبب سيدنا رسول الله، سبب إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله، هذا سبب، هذا هو في ظاهر القرآن. ومن علومك علم اللوح والقلم، ظاهر حديث البخاري ومسلم، ما من شيء لم أره إلا أريته. اللوح المحفوظ شيء أم ليس شيئا؟ شيء. إذا رآه نكر في سياق النفي، ما من شيء. إذن هذا ظاهر القرآن وظاهر الحديث وظاهر السنة، لقد رأى من آية ربه الكبرى، وما من شيء إلا مرأ إلا رأيته. أفيقوا يا جماعة، يا من لا يزال يتبع الوهابية أنت في ضلال مبين، والله العظيم أنت تتبع السراب، سراب سراب، لا تتبع شيئا له حقيقة، حتى إذا لم يجده، حتى إذا جاءه لم يجده ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ستخرج من هذه الدنيا وأنت مسيء الاعتقاد بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت في حالة جفوة وهو بعد من كل أولياء الله الصالحين، أنت في حالة منافرة تمنعك من فهم الحقيقة. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ناس بسطاء جدا يشار إليهم بالبنان. هذا ابن عثيمين الذي جعلوه إمام الدنيا، نقرأ كتبه ونسمع دروس أخطاء لا يقع فيها الأطفال، طالب مبتدئ لا يقرأ لا يقع فيها، الألباني لا يحسن قراءة القرآن. اقرأ واسمع وشوف هذا مقطع بس عنوان الإمام الألباني يقرأ سورة الفرقان، اسمع أخطاء في الآيات ذاتها، وهو أقل سوءا من قومه في التجويد في بن باز وابن عثيمين، لأنه درس في الشام وعاش في الشام. قال والله أجيز على فلان وفلان بالقرآن، أجيز ولا يحسن قراءة يلحن في القرآن، أجازه هذا. تخليط ضعف جهل ذوق عربي لا يوجد. هذا يصلح يكفر المسلم؟ هذا فوزان. فوزان ماذا فوزان يعني؟ يعني مدرس تربية إسلامية مثلا أو واعظ رخيص؟ لا، عضو هيئة كبار العلماء، لا يعرف مات البوصيري على ابن عثيمين يقول لا يا أخي ابن تيمية في الجنة. شو عرفك ابن تيمية في الجنة؟ إيش عرفك؟ هذا البوصيري لم يطعن فيه أحد من العلماء. حسب النظرية الوهابية في تناسق في الأمر، لماذا؟ لأنه يقول هؤلاء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. بن عبد الوهاب قال لهم كل هؤلاء علماء الأزهار والأعلام الذين ذكرهم أخونا، هؤلاء كلهم ما كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. متى يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ حينما يدخل الدين على الطريقة الوهابية. أسأل الله تعالى أن يهديهم الأيام القادمة، الشهور القادمة، لا أقول السنوات، سترون إقبالا هائلا من الوهابية على أهل السنة. حصل تكشف تعري في من كل مكان. هذا هكذا الله حينما يأذن، حينما يأذن الله سبحانه بشيء هكذا. أسأل الله لك الثبات، وأسأل الله لإخواننا المترددين أن يعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة،
لأن هذه أشياء الساطعة الواضحة في الجهل لا يمكن أن تكون من عند الله، لا يمكن أن تكون دينا يتبع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.